وللمزيد حول تظاهرات المحاضرين المجانيين والخريجين وموظفي الأجور اليومية التي نشبت في عدد من المحافظات، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. شكرا. اشتعلت اليوم في عدد من المحافظات والمدن عدد كبير من التظاهرات، شارك فيها المحاضرون المجانيون والخريجو وموظفو الأجور اليومية. ألم تعد حكومة الكاظمي ومن قبله عادل عبد المهدي بوعود التوظيف؟ ما الذي أخر تلك الوعود حسب رأيكم؟ يعني هي الوعود في العراق كثيرة، والقليل منها ما ينفذ. نعم، القليل الذي ينفذ هو ليس في يعني في خدمة الناس وخدمة المجتمع وخدمة البلد والتنمية، هو في خدمة مصالح الأحزاب النافذة وحصصها. فلا يمرر أي قانون في الموازنة أو أي بند في الموازنة ما لم تكن القوى النافذة في سياسة البلد والممسكة بأمورها هي المستفيد الأول. لو دقق في الموازنة وتشوف الموازنة، يعني هي عبارة عن تبادل منافع. أحيانا بيحاولوا يرشوا هذا الطرف لتحصيل مكاسب انتخابية كعبارة الموصل مرة، ولا عبارة مقابل عبارة الناصرية، وهكذا دواليك. أما القضايا الأساسية التي تهم الناس في التعيين فهي مربوطة أصلا في إجراءات من فوق الحكومة. يعني هناك قرار من البنك الدولي الدائن الأكبر اليوم للعراق بوقف عمليات التعيين، وهم ملزمين بهذا الموضوع، وإلا كان زادوا من مسائل التعيين هاي إلك وهاي إلي حصص. لما بيزيدوا حصص الحشد في هذا الموضوع، يعني القوى النافذة عم بتزيد مصالحها ومكاسبها في هذا الأمر، في حين المقاريد ذول المحاضرين وأساتذة المدارس و يعني ليسوا محسوبين على طرف سياسي نافذ في العملية السياسية. طيب، لكن اللجنة المالية النيابية قالت إن الكتل الحزبية في البرلمان أصرت على تمرير التخصيصات المالية لعناصر جديدة في الحج تقدر ب30,000 عنصر جديد. ما هو تفسيركم لإيجاد مخصصات لهذه العناصر الجديدة ومنع ذلك عن الخريجين العراقيين؟ يعني هو كما ذكرت لك قبل قليل، يعني هاي 30,000 فرصة هي في خدمة قادة الميليشيات. ستكتشف بعد حين أنه جزء منها فضائي وجزء منها في خدمة مشروع الهيمنة والنزاعات القادمة وزيادة مكاسب هذا الطرف على حساب ذاك الطرف. في المحصلة النهائية يعني هناك رغبة في المحافظة على مكاسب السلطة بزيادة نفوذهم من عناصر المسلحة لكل طرف، لكن ماذا يعنيهم في أن يتعين أستاذ في البصرة أو يمنح أستاذ في الديوانية راتب؟ أو هذا بصير الموضوع يتعلق في اقتصاد البلد وموازنته وعدم القدرة على الدفع وإلى آخره. يعني هؤلاء فقط ينفذون ما يخدم مصالحهم في هذا البرلمان البائس، وما يخدم مصالح العراق مرتبط أو مرتهن بالديون اللي أثقلوا فيها العراق عبر صندوق النقد الدولي، الذي يعني يود للاقتصاد العراقي الهيكلة عبر تخفيف عدد الموظفين وإلى آخره. الموظفين اللي حولوا كل شعب العراق إلى موظفين نصفهم فضائيين. طيب، اليوم الحكومة تعد بإيجاد مخصصات للمتظاهرين ووعدت بذلك للمتظاهرين من الخريجين والمحاضرين المجانيين وموظفي الأجور اليومية، في حين اللجنة البرلمانية القانونية تقول أنه لا يمكن العودة في بنود التخصيصات بعد إقرار الموازنة داخل مجلس النواب. إذن ما وصفكم لوعود الحكومة اليوم؟ يعني الحكومة في العراق، ما أنت يعني تدرك والكل يدرك، ليست هذه الحكومة، كل الحكومات القادمة في الأغلب العام إلا حكومات بعض القيادات المتنفذة صاحبة اليد الطولة كحكومة المالكي في مرحلة من المراحل، أما الحكومات الأخرى المتعاقبة فهي كانت حكومات
يعني قاطعات وحكومات شيلني وأشيلك. يعني ما هو وزن الكاظمي اليوم في العراق؟ من يدعم الكاظمي في البرلمان؟ ما هي كتلة الكاظمي في البرلمان حتى تمرر القرارات؟ لا كتلة للكاظمي في البرلمان، وإنما توافقت مصالح قوى محلية نافذة في البرلمان لإيجاد مرحلة من الاسترخاء لتحميل المسؤولية إلى سين شخص أو صاد شخص، أو تهدئة النزاع مع الإقليم والوضع الدولي. ليس إلا يعني المالكي اليوم القوى التي تراهن على الكاظمي العفو، يعني هي مراهنات خلب بالمعنى أو فيشنج، يعني هي لا تستند على شيء. ما الذي يملكه الكاظمي من عناصر القوة سوى المنصب؟ وهذا المنصب راهن بالتصويت في البرلمان. أستاذ حسين، يعني هناك في ظل عملية خداع كبرى اليوم في العراق نعم على في أن ظل هذا الكاظمي هو رئيس وزرائه. نعم، في ظل هذا الغضب وعدم التكافؤ ما بين الفرص في العراق، هل تعتقد أننا أمام موجة جديدة من التظاهرات يقودها اليوم في هذه المرحلة حملة الشهادات والمغيبون من العاملين في الحكومة والمغبونون من العاملين في الحكومة؟ أنا طوال أكثر من 12 عام وأنا أقول أن العراقيين سينزلوا بقبضهم وقضيبهم إلى الشارع، يوم عمال النفط، يوم عمال موظفي الدولة، غدا فقراء بغداد، وبعد غد فقراء البصرة. يعني العراق سيبقى بلد يعني قلق وتنفجر فيه الأزمات ما لم يعني يعاود أبناؤه الإمساك بإرادته وثرواته وسيادته، وإلا سيبقى يتجاذب هذا البلد تيارات عميلة تتقاسم المصالح ترى باسم الطوائف، وهم أسوأ ما أنتجته حتى الطوائف. نعم، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.